طابت بحب المصطفى الأوقات، وتزينت بمديحه الأبيات. إن المحبة في القلوب حياتها، وجميع من جهل الهوى. أثبت حبي مذ نفيت به سواك، والنفي ياتي بعده الإثبات. إن تدعي الأمم السوابق أن في الرسل الكرام نظيره كل غات، بلبل الإقبال غرا وبشير السعد قال. بلبل الإقبال غرّ وبشير السعد قال، يا نبي محمد شمس أفلاك الكمال. وزهى الكون وأشرى بمصابيح الجلال، والهدى لما تحقق لدي جور الظلال. وعلى دنيا تجلى كوكب الشرع المنير، وبه دهر تحلى واكتسى ثوب الجمال. بلبل الإقبال غرّت وبشير السعد قال، يا لنا نبي محمد شمس أفلاك الكمال. تونس تقدم لنا صوتا واعدا، تقدم لنا ما شاء الله المنشد علي بن صالحه اللي ابدع وتميز وقدر ينتقل من سهره اولى الى سهره ثانيه، وباقي ان شاء الله نشوف كيف بيتالق معانا بعد ما نسمع اراء لجنه التحكيم. تفضل استاذ. انا اول شيء تحريت ان ما في جمهور تونسي، بس لا في جمهور تونسي الحمد لله. علي صراحه اديت حلو اليوم، أداء كان جميل ورائع. في عندي بس نقطتين. النقطة الأولى أن حسيت أن العرب تبقى لازم توضحن شوي زيادة، وأنت تعطي العرب يعني متمكن أنت ما شاء الله، ولكن حسيت أنه يعني أنت مستعجل في العرب، وهذا الشيء لو تدقق عليه بيكون كويس. الشغلة الثانية بعد حسيت أن عندك يعني طاقة كبيرة وإمكانيات وايد، ولكن حسيتك أنه يعني كأنك بخلت علينا اليوم بالتعبان انت؟ ايه احس بك ان اما يعني لو انت الحين في الحلقه القادمه ان شاء الله تكون معانا، حاول انك تختار يعني انشوده طلع فيها امكانياتك بالكامل، لان هذا الاسلوب بهالاسلوب يعني قد يعني يكون في مشكله ان شاء الله. ولكن بشكل عام انت يعني صوتك قوي، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله المره القادمه. شكرا لك. علي حبيبي، اذا كان انت اليوم تعب ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون تعب مثل اليوم ان شاء الله، لانه ما شاء الله مش لانك ابن بلدي، ولكن يعني نحس صوت متمكن
يقول في قولة جميلة جدا، بارك الله فيك، يعني صوت رصين وعارف اش تعمل وقفلات ممتازة، وفقك الله، نورت، وفقك الله. شكرا لك استاذ رصين. تفضل استاذ سامح. يعني قال فيما قال ان المحبة في القلوب حياتها، واحببناك يعني من صوتك وادائك. في يعني اذا ابغى اوصف اللي قمت به بكلمه، انت تفرش صوتك طولا وعرضا كما تحب. اعكس هذا الجمال اللي استمتعنا فيه حتى في ملامحك، حسيت انك جاد يا اخي، استمتع انت تتكلم عن المحبه. ايوه هذا الوجه اللي ابغيه. حياك الله. اذا شكرا لك اسامه، انك زرعت الابتسامه ما شاء الله في وجه اخونا علي بن صالحه. علي بن صالحه جمهورك ومحبينك كثار ما شاء الله، لكن يبغون انك تذكرهم برقم التصويت 13. شكرا لك يا علي بن صالحه.